احنا سعداء باللي قاعد يتحقق، اخواننا في المملكه ولا اخواننا في عمان اللي تبطلا ولا في قطر ولا في كل دول الخليج، لكن كل بلد لها انظمتها، كل بلد لها يعني قوانينها ودستورها. في احنا لما تقول لي قضايا الاسكان سهله وامور مثل هذه، احنا قطعنا شوط كبير وتحققت خلال الحكومات السابقه توزيعات اكثر مما كانت بالسابق، لكن الطلبات تراكم على مدى طويل، المفروض ان شلون نحركها. الان لما استعنا في شركات او شراكه كوريه في تنفيذ مدن ذكيه مهمه وكبيره، ولما بدينا نتفق الحين مع الصين، ولما بدينا نتحرك، هذه كلها حسب تشريعات وحسب يعني اجراءات المفروض احنا كحكومه نقوم فيها ونراعيها.